القلب ملحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وما زلنا مع علو الهمة. علو الهمة لو اتوجدت في قلوب المسلمين فضل الله سبحانه وتعالى هنرجع مرة تانية فعلا خير أمة أخرجت للناس. احنا أمة من ضمن 70 أمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وضح إن الأمة دي والأمة دي لها خيرية لا تتخيلوها، لدرجة إن هل تتخيل حضرتك إن في الجنة يوم القيامة احنا المفروض إن احنا 70 أمة، احنا الأمة رقم 70. 69 أمة اللي قبلنا دولت هيمثلوا تلت أهل الجنة، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها تمثل تلتين أهل الجنة. الدليل، خذ الدليل، حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. بيقول أهل الجنة 120 صف، مش 120 صف يعني صف كده، لا ده يعني إيه مليارات يعني، واخد بالك. فقال 80 منها من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و40 متوزعة على 69 أمة. شفت قد إيه؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فلازم إن الإنسان يقعد يفكر، أنت مسلم يا مسلم، أنت همتك عالية، أنت اتولدت وأنت بتنظر إلى السماء، لازم يكون عندك همة عالية ويكون عندك شوق للجنة ويكون عندك شوق أن أنت لازم قبل ما تخرج من هذه الدنيا لازم تضع بصمة، لازم تمشي في كل مكان الناس تشاور عليك تقول هم دول المسلمين. كان المسلمين زمان كانوا بيتعرفوا بأخلاقياتهم، سلوكياتهم، بنظافتهم، بأخلاقهم، بمعاملتهم، أقول إيه، بعبادتهم، لدرجة أن كان في بلاد الغرب كانوا يعرفون المسلمين من كثرة المياه التي تخرج من ديارهم. يعني إيه؟ من كتر ما بيسمعوا صوت المية، كانت المية دي بتوضح إيه؟ إن المسلمين دول كانوا ما شاء الله بيغتسلوا ويتوضأوا ويتطهروا، حياتهم كلها طهر في طهر يا جماعة. فكان يعني إيه؟ يعني كان الغرب كان يعرفوا البيت ده مسلم ولا مش مسلم من كثرة المياه التي يسمعونها. سبحان الملك. يبقى أنت كمسلم لازم يكون عندك همة. إحنا اتكلمنا امبارح وأول امبارح، اتكلمنا عن قصة عجوز بني إسرائيل، واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا ما شاء الله، واتكلمنا عن عبارتين جمال قوي قوي للإمام ابن القيم، ووضحنا من خلالهم قد إيه الهمة لازم تكون عالية. فقال الإمام ابن القيم، أذكركم بالجملتين الجمال اللي هنكمل عليها إن شاء الله النهاردة، أنه قال رحمه الله رحمة واسعة: لابد للسالك، أنا وإنت اسمنا سالك، بسلك طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. قال لابد للسالك اللي في طريقه ربنا سبحانه وتعالى لابد يكون عنده همة تبصره. خد بالك، لابد للسالك من همة تسيره يعني، واحنا مثلنا الموضوع ده لو تفتكروا حضراتكم بارح بموضوع تروس العربيات، نقلة الفتيس، الترس الأولاني كبير جدا جدا عشان ينقل العربية من حركة الثبات إلى بداية الحركة، حركة ضعيفة لكن قوية جدا، واخد بالك. لابد للسالك من همة تسيره، وبعدين وترقي، دي تمثل الثلاث تروس التانية اللي هي بينقلوا على الترس رقم 2، النقلة التانية أسرع سنة، واخد بالك، النقلة الثالثة أسرع سنة، النقلة الرابعة أسرع خالص، بتوصل لنهاية سرعة العربية. الكلام ده في العربيات المانوال مش الأوتوماتيك، واخد بالك. فطب آخر ترس ده قد إيه؟ ده صغير جدا عشان يكتر سرعة الموتور، واضح كده. يبقى الترس الاولاني اللي بيمشيك حركه ضعيفه لكن هو اللي بيمشيك ترس كبير جدا، اللي بعديه اصغر شويه، واللي بعديه اصغر شويه، واللي بعديه اصغر حاجه، هو ده اللي بيمثل بالنسبه لك السرعه الكبيره، لانك خلاص ما دمت انتقلت من الكفر للايمان او من المعصيه الى الطاعه والترس ابتدى يتحرك، فانت بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه بتقدر تتحرك بسهوله وتستجيب بسرعه اكتر واكتر واكتر لحد ما توصل لاعلى درجات الطاعه، ومن ثم الى اعلى درجات الجنه. بس المهم تبدا، زي ما بيقولوا البداية صعبة، وكما قالوا من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وما يقفش عند كده وترقيه،
دائما لابد أن تترقى. الإمام أحمد بن حنبل كان له صاحب يقول صاحبت الإمام أحمد 20 سنة والله ما رأيته يوما إلا وهو في زيادة في العلم والطاعة. بيقول أنا عشت مع 20 سنة، في 20 سنة دولت كان بكرة أحسن من النهاردة، وبعد بكرة أحسن من بكرة، كل يوم يزداد علم وطاعة. وهو اللي سألوه قالوا له يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. الله، مع المحبرة إلى إيه؟ إلى المقبرة. طب تعالوا النهاردة نتعايش مع الجملة الأولانية دي، احنا أشرحناها امبارح. الجملة الثانية الإمام بيقولها، قال إيه؟ لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه، لأنه ممكن يعبد ربنا على جهل. الجملة الثانية الجميلة إنه قال إيه؟ قال وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أنت عايز تعيش دنيا وآخرة، من حقك طبعا. وفي حد في الدنيا يا جماعة عايز أنه يشقى في دنيا ولا في آخرة؟ ربنا يا رب يرزقنا السعادة، يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال إيه؟ وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم إيه؟ لا يدرك بالنعيم. ان انا عايز اخش اعلى درجات الجنه، بس معلش بقى سامحوني بقى، انا مش عايز حاجه اسمها صلاه فجر، لان انا بصراحه بكون نايم ومستريح وبقلق. والاخت مش عايزه حجاب لان الدنيا حر وهي بتبقى بتتخنق من الحجاب، وهو مش عايز برضو يعني ايه تقول له بقى كل شويه الانفاق بقى وبعدين نقول امر بمعروف ونهي عن المنكر وحط نفسه في مواقف محرجه، واخد بالك؟ ومش عايز بقى طلب علم وافضل سهران اطلب علم عشان ادعو الى الله، وبعدين اجي ادعو الناس الى الله ابص الاقي ده بيأذيني وده بيحاربني وده بيعملني. هي كده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر ديني، يبتلى الرجل ايه؟ على قدر ديني. سبحان الملك. طب تعالوا بقى نشوف النهارده نماذج في غايه وفي قمه الروعه من علو الهمه. تعالوا نبدا بعلو همه ايه؟ الشيوخ، الناس الكبار في السن قوي، الناس اللي عندهم علو همه ما شاء الله عالية جدا جدا، عشان نتعلم منهم أكتر. وأنا بس هذكر يا دوب مثال بسيط جدا، وأستأذن أستاذنا المخرج أطلع فاصل وبعد الجملة البسيطة دي. علو همة الشيوخ. تخيل واحد زي أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي النبي نزل ضيف عنده كم قد إيه يا جماعة؟ 7 شهور. 7 شهور أبو أيوب الأنصاري ينزل النبي في ضيافته لمدة 7 شهور. سبحان الملك. وهو عنده 80 سنة يسمع أن هم رايحين عشان يجاهدوا ويفتتحوا القسطنطينية، يقول لهم خدوني معاكم. طب أنت راجل كبير ومريض وعجوز ومش قادر، قال لهم معلش. قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا. خلاص الله لم يعذر أحدا، خلاص أنا إما أن أكون خفيفا أو ثقيلا، فلازم أنفر، لازم أخرج وأجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فخرج معهم وقال ليزيد، قال احملني على الفرس وتوغل بي في أرض العدو، وحيث انتهى بك المقام فادفني. فدفنوه تحت أسوار القسطنطينية، وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري معروفا حتى الآن تحت أسوار القسطنطينية. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. سنعود بمشيئة الله. عندك مشكلة في شعرك؟ حب الشباب مضايقك؟ عايز تخس ومش عارف؟ الآن ولأول مرة على القنوات الفضائية خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين، الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب الذي أذهل العالم بعلاجه بالأعشاب لأغلب الأمراض. وصفات القناع السحري وتفتيح البشرة والجلد وإزالة السواد من تحت العين، وصفات لمرضى السكر والقولون وقرحة المعدة، مع وصفات لعلاج تساقط وتطويل وإنبات الشعر خلال أسبوعين. وهو ده التحدي، وهو ده التميز للدكتور سعيد حساسين، الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب.
نحن متميزون لأننا المتخصصون. وصفات لمشكلات الضعف الجنسي للمتزوجين مع وصفات لشد البطن والصدر وإنهاء الترهلات نهائيا وإزالة السمنة. خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. اتصل من أي محمول على 1779 أو من أي خط أرضي على 09000-866 أو 09000-305 ومن السعودية على 0-88-216-22-77-47-36 ومن جميع دول العالم على 0-88-216-900-736. نحن وحيدون لأننا متميزون. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100%. هو ده اس اتش كريم مساج. ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. عشان كده جاب نتائج هايلة ويكفينا فخرا ان اس اتش كريم مساج كريم مصري 100%. اس اتش كريم وداعا للألام الروماتيزمية وألام العضلات والمفاصل ولعلاج إصابات الملاعب وألام العمود الفقري والرقبة. سعر العبوة 125 جنيه وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة المصري. هو ده اس اتش كريم مساج. ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. اس اتش كريم مساج هو عبارة عن 12 مادة فعالة من الأعشاب الطبيعية 100%. عايز أقول كمان حاجة مهمة جدا في اس اتش كريم مساج، إنه هو أحسن حاجة تستخدم حاليا في علاج الألام الروماتيزمية وتنشيط الدورة الدموية وإزالة الألم. اس اتش كريم مساج لو عندي انزلاق غضروفي هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي عرق النسا هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي إصابة في الملعب أو تورم هيعالجني باس اتش كريم مساج. اس اتش كريم مساج هو طفرة في عالم الألام الروماتيزمية أو علاجات الألام الروماتيزمية بالأعشاب الطبيعية بنسبة 100%. بيعتمد على قدرة هائلة في اختراق الجلد والوصول إلى أماكن الألم. عشان كده جاب نتائج هائلة ويكفينا فخرا أن اس اتش كريم مساج كريم مصري 100% عربي 100% يعالج بأمان بنسبة 100%. اس اتش كريم وداعا للألام الروماتيزمية وألام العضلات والمفاصل ولعلاج إصابات الملاعب وألام العمود الفقري والرقبة. سعر العبوة 125 جنيه وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. عدنا بحمد الله. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان. حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة هم علو همة الشيوخ الناس الكبار في السن. قد يتعجب الإنسان ويقول ربما نشوف علو الهمة من شاب صغير أو من واحد ممكن يكون معدي 30 شوية، إنما عشان نشوف علو همة من واحد عنده 80 سنة زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، الـ يعني الهمة
إنما يعني سبحان الله إنما الشيب شيب الهمم وليس شيب الرأس والشعر. يعني مش مجرد الإنسان يشيب لحيته ولا تشيب شعر رأسه هو ده الشيب، لا ده الشيب هو شيب الهمم. في ناس عندهم عزيمة وعندهم ما شاء الله همة حتى لو كان عمره معدي 90 سنة عنده همة في البذل والعطاء، وهتشوفوا أمثلة عجيبة جدا سبحان الله. يعني موسى بن نصير فتح بلاد الأندلس واستعاد فتح المغرب الأوسط وأصبح شمال إفريقيا إسلاميا إلى الأبد بفضل الله سبحانه وتعالى، وفتح هو ومولاه طارق الأندلس وقسما من جنوب فرنسا، وقال وهو بقى شيخ كبير الكلمة حلوة قوي، قال إيه؟ والله ما هزمت لي راية قط، عمر ما تهزمت أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وده مش غرور، إنما من باب وأما بنعمة ربك فحدث. بيقول والله ما هزمت لي راية قط ولا نقب المسلمون معي نكبة منذ بلغت 40 وإلى أن شارفت على 80. بيقول أنا بجاهد من وأنا عندي 40 سنة، أو هو قائد من وأنا عنده 40 سنة، لحد ما بقى عنده 80 سنة. بيقول في 40 سنة دولت أنا ما تهزمتش أبدا، ولا نكب المسلمون معي نكبة. من سن 40 لسن كم؟ لسن 80. في واحد يا جماعة بيجاهد لحد سن 80؟ ده النهاردة انت عارف يعني بعد 40 الواحد النهاردة بيبقى خلاص مش قادر يقوم من مكانه. شوف ده 80 سنة ما شاء الله وماسك سيفه وماسك رمحه وخارج يجاهد في سبيل الله، بل ويقود الجيوش والكتائب في الفتوحات الإسلامية، حاجة طبعا لا تخطر على قلب بشر. الإمام أبو عثمان النهدي عاش 130 سنة. أنا متخيل حضرتك واحد عنده 130 سنة، ده ممكن يكون فاكر إيه ولا ممكن يكون بيفكر في إيه؟ 130 سنة يعني خلاص، يعني إيه يعني هو الإنسان بعد سن 60-70 خلاص بيقول لك بقى العظم رق بقى وضعف ومش قادر يتحرك وأمراض الشيخوخة وكلام ده كلام ده كله وخلاص، ويعني خلاص مش قادر يتحرك من مكانه. ده 130 سنة أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وكان يغزو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حج كم مرة؟ حج 60 مرة. تخيل حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وفي رواية تانية والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. تخيل بقى أن الرجل ده حج مش مرة ولا 2 ولا 3، 60 مرة. طبعا ما كانوش بيحجوا عشان يكتب بقى على البيت الحج 7 والحج 8، لا، إنما دولت كانش بيتعرف أعمالهم إلا بعد ما بيموتوا، واخد بالك؟ وإن ذكر أي شيء وهو عايش كان بيذكره من باب تحفيز الناس على الطاعة، يعني ما كانوش يبحثوا عن الرياء وكان ده كله، بالعكس كان أكثرهم كان يخفي نفسه في الجهاد ويخفي نفسه في الحج، وكان إذا كان يصلي بجوار أخيه كان يخفي دموعه إذا بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. الناس ديت يعني لا نزكيهم على الله، كانوا أبعد الناس عن الرياء والتفاخر بأي عبادة سبحان الله. كان في واحد اسمه أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عاش 93 سنة، 93 سنة. من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام وإلى أن يعني فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى وهو عنده 93 سنة، كان بيختم القرآن كل 3 أيام مرة، يعني كل يوم بيقرأ 10 أجزاء. في آخر أيامه وهو عنده 93 سنة كان بيبكي، فقالوا له علامة تبكي يا إمام؟ قال ضاعت الهمم، والله ما أستطيع أن أقرأ في صلاة الليل أكثر من 1000 آية، وفي رواية والله ما أستطيع أن أقرأ في قيام الليل أكثر من البقرة وآل عمران. يعني أخذ بال حضرتك بيقول والله العظيم ضاعت الهمم، ده أنا مش قادر أقرأ في قيام الليل إلا سورة البقرة وآل عمران ومش قادر أكمل. وده عنده كم سنة؟ 93 سنة. طب يا ريت احنا كشباب بقى نقدر نقوم ونصلي بس ركعتين بعد رمضان، الركعتين دول نصلي فيهم حتى بنص جزء. شوف هو بيعمل ايه ما شاء الله، هي دي الهمة. لا يفعل مثل هذا يا جماعة الا محب. خدوا بالكم فرق كبير جدا يا جماعة، اللي بيعمل الطاعة عشان يخلص اللي وراه وبين اللي بيعمل العبادة بحب. الحب ده حاجة تانية خالص. شوف لما تسمع التلبية التي يلبيها
من يذهب إلى الحج أو العمرة ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة. شوف لما بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إيه لبيك؟ لبيك أورد فيها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة سبع تعريفات، كم من ضمنها؟ جئتك، جئتك، جئتك بحب. لبيك دي كانت رد على النداء الذي نادى أو نادى به إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ رجالا. فسيدنا إبراهيم أذن ونادى إن الله كتب لكم الحج فحجوا، وخبلك فالله عز وجل أسمع هذا النداء كل نسمة على وجه الأرض حتى الذين لم يولدوا، أسمع الكون كله نداء سيدنا إبراهيم، فوصلك النداء، فأنت كأنك بعدما سمعت النداء وأنت ذاهب إلى الحج أو العمرة كأنك تقول أنا سمعت النداء وجاي لك. ولذلك خد بالك من حاجة، يسن في الدعاء أو الذكر الإخفات، ان انت يبقى صوتك ايه مش باين حينما تدعو. لما الصحابه كانوا ماشيين مع النبي عليه الصلاه وكانوا بيرفعوا صوتهم بالدعاء، فقال اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا وانما تدعون سميعا بصيرا. انتوا بتدعوا، انت فاكر انت عشان كل لما ترفع صوتك ربنا يسمعك؟ لا لا لا، ده انت لو قلت يا رب اغفر لي هو سمعك من فوق سبع سماوات. خدت بالك؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أمنا عائشة تقول ما أعظم سمع الله، كانت في الغرفة المجاورة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سرا، خذ بالك، وأنا لم أسمعها وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فالنبي بيقول لهم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فما فيش داعي لرفع الصوت في الدعاء، في الدعاء بالراحة كده، واخد بالك؟ وكذلك في الذكر، ما اقعدش اقعد بقى اذكر ربنا في وسط المسجد ولا في وسط الشارع سبحان الله والحمد وعمال اصرخ، لا، في سرك سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اما عند التلبية ارفع صوتك على قد ما تقدر. ليه؟ لان التلبية هي اجابة لنداء نادى به ابراهيم عليه السلام منذ مئات السنين، واخد بالك؟ فانت كانك بتقول سمعت النداء وجاي لك لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا صاحب نعوت الجلال والكمال، يا صاحب الصفات العظيمة، يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاي لك يا عظيم، جاي لك يا رب، يعني جاي لك يا شكور، جاي لك يا ودود. فخدت بالك؟ هي دي المسألة. فأنت لما تقول جاي لك، جاي لك بحب، جاي لك بحب، دي يبقى أنت هتعبد ربنا بحب، هتصلي بحب، وهتصوم بحب، وهتحج بحب، وهتنفق بحب، وهتعمل كل طاعة بحب. عارف حضرتك ولله المثل الأعلى، عارف الزوجة لما تكون بتخدم زوجها بس هي بتخدمه عشان يعني أهو بأدي الواجب وخلاص وما حدش يقول إن أنا إيه مقصرة في حقه، فلو حضرت له الأكل أهو أي أكل بتحضره وخلاص، وشكل السفرة أي كلام ومش مشكلة بس أهو يأكله خلاص. إنما لو بتحب تبص تلاقي السفرة ما شاء الله لها شكل معين، رصة الاطباق لها شكل كده معين، حطت الفوطة على رجليه ما شاء الله، حط حواليه كده نعناع وورد ومية مثلجة وعصاير وهي متزينة ومعطرة المكان، وضع تاني لأنها تفعل هذا بحب. واحد شغال عند مدير شركة شغال ساعة عنده، فبيقول له لو سمحت يا ابني الله يبارك فيك بس تلمع لي المكتب، بس صاحب الشركة ده راجل مهذب جدا ومحترم جدا والساعي ده بيحبه قوي، فما اكتفاش بتلميع المكتب، لا لمع مكتب بس، لمع المكتب وظبط الدنيا وحط له ورد الصبحية ومية ساقعة ورش له معطر ليه؟ بيفعل الأمر بحب. فلله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نتخيل لما تكون انت بقى بتفعل طاعة لله سبحانه وتعالى هتعملها ازاي؟ لازم تعملها بحب بجد، وتعملها وانت في غاية الارتياح والسعادة والانبساط. ولذلك زي ما قلت لك ان العبادة الفرائض لا يفعلها الا مسلم يحب ان يؤدي الواجب، اما الرواتب والنوافل لا يفعلها الا محب. ربنا لم يفرض عليك الرواتب ولم يفرض عليك النوافل، خصوصا النوافل، يعني ربنا لم يفرض عليك قيام الليل، فانت لو قمت تصلي قيام الليل ده اكبر دليل على انك محب.
لو صمت النوافل الاثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي وعاشوراء ويوم عرفه والايام دي كلها, فهذا فعل محب. ولذلك ربنا قابل الحب بحب, قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هي دي المسألة, أنت تعبد ربنا بحب هتلاقي نفسك بتبذل حتى لو عندك 100 سنة. يعني ولله المثل الأعلى, حالا تلاقي واحد وتسعد أو بالمنظر ده, حالا تلاقي واحد عنده 80 سنة وزوجته معدية 70 سنة وتلاقيهم قاعدين مع بعض وتحس بنظراتهم لبعض كلها حب, فتقعد تستغرب تقول معقول الراجل ده بعد السن ده كله لسه بيحب زوجته وهي خلاص عين اسنانها وقعت وشعرها بيض وممكن يكون وقع كمان وهو برضو نفس الحكاية, ورغم ذلك لسه بيحبوا بعض. العشرة الجميلة اللي كانت ما بينهم فضلت موجودة, والاحترام المتبادل بينهم فضل موجود لحد ما الحب فضل ينمو ينمو ينمو. الموضوع ما بقاش زوج وزوجة, ده بقوا اتنين اخوات بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيعزوا بعض, وعمرهم ما ينسوا ابدا الايام الجميلة اللي قضوها مع بعض. اصبحت الايام الجميلة اللي عاشوها دي كلها 40-50 سنة اصبحت ذكريات جميلة, طول ما هم قاعدين مع بعض بيفتكروا الذكريات الحلوة دي, فكل واحد فيهم مش قادر ينسى للتاني الذكرى الحلوة. واضح كده؟ فانت كذلك ولله المثل الاعلى, كلما تذكرت وانت عندك 90 سنة اقعد افتكر بقى نعم ربنا عليك طوال 90 سنة, يا ما اكرمني والله, يا ما رزقني, يا ما هداني, ويا ما وفقني لطاعات وعبادات, اكرمني وخلاني حجيت 7 مرات وعملت 25 عمرة ما شاء الله, ويا ما صليت قيام الليل وهو اللي اواني, هو اللي أواني سبحانه وتعالى, وياما رزقني وألهمني بأن أنا أفضل على طول ليل ونهار أذكره سبحانه وتعالى, وما توفيقي إلا بالله. فده ولما وقعت في الذنب قومني وتوبني سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب, هو اللي وقفني على رجلي سبحانه وتعالى, وهو اللي ثبتني لحد ما بقى عندي 90 سنة ولسه بعبده, وكان ممكن أنتكس وأنا عندي 80 سنة تضيع مني عبادة 70 سنة. شفت قد ايه؟ فطول ما احد بيفتكر نعم 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 الله يا سلام يا ربي. ولذلك يعني شوف يعني سيدنا يوسف عليه السلام في اخر ايامه فده يعني احد يتذكر نعم ربنا, يتذكر نعم ربنا, وفي الاخر قال له توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث, فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, اديتني كتير وأكرمتني ومن البئر ونجتني من البئر ونجتني من السجن وأظهرت براءتي وخلتني بقيت عزيز مصر ورديت لأهلي ورديت بصر أبي سيدنا يعقوب عليه السلام وجبتهم لي في حضني, توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكرمتني يا رب كرم كبير أوي 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 فوق ما أتخيل. خدت بالك الناس ديت الكبار في السن دول بيبذلوا ليه؟ الناس ديت تعبت وعجزت جسديا, انما همتهم لسه شباب, وفي شباب النهارده همتهم عجزت ولسه جسمهم قوي, بس الهمه هي اللي بتشيل الجسد والقلب هو اللي بيشيل الجسد. واضح؟ مش الجسد هو اللي بيشيل الهمة ولا الجسد هو اللي بيشيل القلب, وده الفهم المغلوط اللي خلى ناس كتيرة تظن ان الهمة موجودة عند الشباب بس مش موجودة عند الشيوخ. لا, ده في ناس ممكن يكون عندهم 90 سنة وهمتهم احسن مني 1,000,000,000 مرة. هي كده. انا قابلت واحد مرة رجل سوري, ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره, يعني اتمنى ان انا ربنا يجمعني بيه يعني في اقرب وقت. والله قابلت وانا عايش في السعوديه, ايام ما كنت في السعوديه هناك في جمعيه تحفيظ القران. هذا الرجل كان سنه كبير, انا اظن انه دلوقتي ما يقلش عن 80 سنة, لكن سبحان الله لما قابلته في السعوديه كان عنده همه في القراءه وطلب العلم كانه لسه شاب صغير عنده 20 سنة ما شاء الله. تقريبا وبلا مبالغه يوميا بيقرأ على الأقل نص مجلد يوميا, لازم يقرأ على الأقل نص مجلد. فمرة بدردش معاه فبقول له حضرتك قرأت كتب كتير؟
قال لي يعني الحمد لله يعني وأما بنعمة ربك فحدث. أنا يعني ما أظنش أن أنا قرأت أقل من 20,000 مجلد. خد بالك همة يا جماعة، ناس عايشة وليها هدف. كتير من الأئمة كانوا يحكوا، يعني الإمام النووي مثلا على سبيل المثال يا جماعة، من علو همته في طلب العلم بيقول لك أول سنتين في حياتي في طلب العلم ما وضعت جنبي على الأرض، ما نمتش على الأرض. وما كنت بتنام إزاي يا إمام؟ يقول لك كنت أقعد أقرأ وحوالي الكتب كده إيه مرصوصة كأنها إيه يعني كأنها مخدات جنبه، خد بالك؟ فبيقول لك وأول ما أتعب أستند على الكتب ساعة كده وأقوم أكمل قراءة، وأتعب أكمل أستند على الكتب وأكمل قراءة. وكان يأكل الخبز، عارف كانوا بينشفوه له ويطحنوه زي اللي بيسموه البقسماط، فكان يصفه ويشرب وراه شوية مية، فيقولوا له ألا تأكل الخبز طريا فإنه أهنأ وأمرأ. يعني أنت لما تأكل الخبز طري هتتمتع بطعمه كده وهو طري وسخن كده، وبعدين كمان يعني تأكل كده وأنت مبسوط. فقال ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. ما بين ان انا امضغ الرغيف، وده مش معناه ان مضغ الرغيف حرام يا جماعة، لا، بس انا بقول لك مدى حرصهم على الوقت. بيقول لك لو مضغت الرغيف بين الوقت اللي انا همضغ فيه الرغيف وبين ان انا اسفه كده واشرب رشة مية، تمام، قراءة 50 آية في كتاب الله وانا ما ضيعش وقتي ابدا. كان من حرصهم على الوقت. كان لما واحد يقابل واحد يقول له اريد ان اسألك في امر، يقول له اوقف الشمس، انا ما عنديش وقت، وقف الشمس وانا اقف معاك، انما من غير كده انا مش فاضي، انا مشغول. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك اذا رايت الرجل يهرول في السكه فاعلم انه اما ان يكون مجنونا واما ان يكون طالب علم. يا اما الراجل ده مجنون وماشي بيجري كده لوحده، يا اما طالب علم وما عندوش وقت، ما عندوش وقت. فابو اصحاب اسحاق السبيعي كان عمره 93 سنه، كان بيختم القرآن طول عمره كل 3 أيام، وبيعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. في آخر أيام زي ما قلت لك كان بيبكي. تبكي ليه؟ قال لأنني لا أستطيع أن أقرأ في قيام الليل أكثر من البقرة وآل عمران. الإمام ابن الجوزي شيء عجيب جدا، أن حفيده في مرة من المرات كان بيخطب على منبر المسجد فبيقول لقد رأيت جدي، اللي هو الإمام ابن الجوزي، لقد رأيت جدي يخطب على هذا المنبر ويقول والله لقد كتبت بإصبعي هذا أو بإصبعي هذا أكثر من 2000 مجلدة. 2000 مجلد. أنا قعدت أتخيل كده قلت سبحان الله، ده الواحد 20 سنة دعوة، ويعني الواحد يوم ما يعني ليل ونهار في مكتبته، 18 ساعة في مكتبته على مدى 20 سنة، يعني كل اللي قدر يعمله 170 كتاب، وده يعتبر رقم الحمد لله. وأما بنعمة ربك فحدث، الرجل ده إزاي قدر يعمل 2000 مجلد تأليف يا جماعة؟ 2000 مجلد لو قلت الإنسان النهاردة مش ألفهم، لو قلت الإنسان النهاردة ممكن تقراهم؟ يقول لك 2000 مجلد أقراهم إمتى دولت؟ ده أنا كبير قوي وأنا بسمع ناس كتير بيتكلموا كده، يقول لك والله كبيرة أمسك 10 صفحات بعدها بنام، لا أستطيع أن أنا أقرأ. وبعدين تسأل بعض الناس يقول لك هو في حد النهاردة عنده يعني همة للقراءة؟ ده الواحد يعني كفاية أو أنه إيه أنه يفتح يشوف درس ولا يسمع شريط كبير أو يعني، إنما قراءة مين بيقرأ النهاردة؟ في ناس بتقرأ، لكن وعلى فكرة والقراءة أوثق من السماع، لأن أنت ممكن تسمع من واحد مش دقيق، هينقل لك معلومة غلط، ينقل لك حديث غلط، يخرج لك الحديث مش صح، يقول لك مقولة يكون واحد تاني قالها وانت تحفظها كده، هي دي مشكلة. ولذلك الفرق كبير جدا بين انسان يألف كتاب ويرجع للمراجع الصحيحة ويقدم لك مادة علمية محققة، وبين ان واحد يلقي مجموعة محاضرات ويكلف طالب علم يقول له فرغ للمحاضرات وعملها كتاب، هذا لا يصلح ان يكون كتاب. لاني انا كرجل داعية ممكن في وقت من الاوقات انسى أقول معلومة غلط أو بلاش ده كله، وأنا بتكلم لا يمكن هجيب اللفظ بتاع الحديث بالملي بالحرف الواحد، ممكن الحديث أنسى فيه لفظة، ممكن سامحني أغلط في آية،
ده وارد، ما حدش معصوم من الخطأ إلا النبي عليه السلام. وممكن أكون مثلا بنقل قول الإمام فنسيت حتة في النص، فلما أنت تفرغ كلام ده وتعمله كتاب هيطلع كله كلام فارغ مش مظبوط. إنما لما يكون كتاب مؤلف وإنت بترجع للمراجع وبتنقل بالحرف الواحد وباسم المجلد ورقم ورقم الصفحة، هو ده الدقة العلمية، وهو ده الكتاب اللي بيعيش، هو ده الكتاب اللي بيعيش. الإمام ابن الجوزي ألف 2000 مجلد وأسلم على يديه أكثر من 200 نفس وتاب على يديه أكثر من 200,000. سبحان الله. بيقول في آخر أيامه التلاميذ دخلوا عليه بقى فبيقولوا له يعني ايه يعني ان من يفعل مثل ذلك يرجو التمام عند الله سبحانه وتعالى، يعني انت ما شاء الله ابشر بكل خير. فلقوه بيبكي فقال والله لقد كتبت باصبعي هذا اكثر من 2000 مجلدة ولقد اسلم على يدي اكثر من 200 نفس وتاب على يدي اكثر من 200,000 وكم سالت عين متجبر لم تكن تسيل ابدا فسالت بوعظي، وإن من حدث له هذا يرجو الكمال والتمام عند الله، ولكني أخشى أن أكون قد فرط أو نافقت. شوف 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 الخوف قد إيه. فبزي ثم قال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقول الناس عذب الله من دعا إليه عذب الله من دل عليه. سبحان الملك. بيقول له يا رب لو كنت ما قبلتش عملي وهتعذبني طب ما تقولهمش ان انت ما تخبرهمش ان انت عذبتني. شوف سبحان الله بيقول ما تخبرهمش ايه ان انت عذبتني عشان ما يقولوش ان الرجل اللي قاعد يدعو اليك يا رب السنين الطويله دي كلها ده دعا اليك وانت عذبته حتى لا يساء الظن بالله. شوف حب ربنا درجه ايه. سبحان الملك. شيء عجيب جدا جدا. يعني ناس نوعيات فعلا حق لها ان ربنا يخلد ذكرها بين الناس والناس تحبهم وتقبل عليهم بهذا. هتقولي انت عملت كلامنا بقى عن الائمه الكبار بتوع زمان وزماننا ده زماننا ده كان مليان خير كتير قوي قوي. ده سبحان الملك. شوف زمان يجتمع فيه واحد زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ يشكي والشيخ الشعراوي والشيخ عبد اللطيف المشتهري والشيخ جميل غازي، مجموعة من الناس يا جماعة من العلماء. حقيقة الناس دي ما تتنسيش أبدا، الناس دي لا يمكن تتنسي أبدا. أنت لما تقعد تقرأ كده عن الدكتور جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة ومناظراته والناس اللي دخلت الإسلام على قديم خصوصا في المناظرات التي أجراها في بلاد السودان، حاجات يا جماعة حاجات في قمة الروعة، حاجات في قمة الروعة. لما تقرأ عن الشيخ ابن باز والبذل والعطاء والزهد اللي كان عايش فيه، رجل فعلا كان زاهد، رجل يعني عرضت عليه كل يعني الدنيا كلها عرضت عليه ورغم ذلك كان زاهدا في كل شيء رحمه الله رحمة واسعة. وكان يلبس ثيابا بسيطة وكان كل يوم كان يجلس بعد صلاة الفجر، ورجل كبير في السن يا جماعة وقد يعني ويعني هو يعني كان فاقد البصر لكنه لم يكن فاقد البصيرة رحمه الله رحمة واسعة، كان صاحب بصيرة. ورغم ذلك كان يجلس كالوتد في المسجد بتاعه يقعد يدرس 3 كتب بعد صلاة الفجر، طالب قاعد يقرأ والشيخ يشرح، الطلبة يتعبوا ويقوموا ويتوضوا ويرجعوا واللي يغسل وشه ويرجع واللي مش قادر واللي خلاص مش قادر يكمل والشيخ قاعد ما شاء الله وكبير في السن 3.5 ساعات. والله يا جماعة 3.5 ساعات بعد الفجر والشيخ عمال يشرح في 3 كتب حد ما ينتهي وياخد بقى ما تبقى من الطلبة ياخدهم يفطرهم، وبعد ما يفطروا يروح يغير ملابسه ويطلع على المكتب بتاعه في الدعوة والإرشاد والبحوث والإفتاء ويجلس ويخش يسلم على كل الموظفين هناك، وبعدين يبتدي يشوف الرسائل اللي جياله ويشوف الأشياء التي جت مثلا من دولة الشيشان واللي جت من البوسنة واللي ويسمع أخبار المآسي اللي كانت تحدث هناك ويبكي بكاء مرير جدا. وكان بعض الناس ممن يشاهدونه ورايح يصلي الفجر كان يشوفوا آثار الدموع على عينيه، رجل قاعد يصلي قيام الليل ويبكي ثم بعد ذلك يخرج يصلي الفجر وبعد الفجر 3.5 ساعات قاعد يدرس. حق له أن ربنا يخلي ذكرى طيبة بين الناس جميعا. ودول الناس على فكرة
يعني تقدر تقول ان في كان في شبه اجماع على حب الناس ديت. ممكن في شيوخ كتيرة ناس بتختلف عليهم، انما اللي انا بذكرهم دولت ناس تقريبا كان عليهم شبه اجماع. ممكن يكون في بعض الحاقدين وبعض المنافقين وبعض العالم بقى اللي ربنا عفونا عفيك، يعني اللي هم بيتصيدوا وعايزين بس يعني، وكل مشكلتهم بس ان الناس ديت كان ربنا جعل لهم القبول. فممكن تلاقي واحد بيحقد اثنين ثلاثة، دي مش مشكلتنا احنا، مش مشكلتنا اللي بيحقد، اللي بيحقد ده ما يلزمناش اصلا، ده مش تبعنا ولا بتاعنا. خد بالك انا بتكلم عن شبه اجماع على ان الناس ديت فعلا كانت ناس مخلصه، ولا نزكيهم على الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، رجل كنت تشوف وشه نور ما شاء الله، نور نور فعلا، وكان في قمه الزهد. انا احكي لكم قصه عجيبه جدا عن الشيخ ابن عثيمين، والله قصه اقسم بالله اغرب من الخيال، ولولا صحه النقل ما تصدقه. الشيخ ما كانش عنده وقت، ولكن كان بيبذل جهده كله في الدعوه، الله يرحمه رحمه واسعه. فكان ليه دروس كثيره جدا في المسجد، كان ليه اكثر من درسين ثلاثه في اليوم. وبعدين حتى لما يرجع عشان يتغدى او يرتاح كان التليفون بيت جنبه، بعد ما ياكل قاعد مثلا بيشرب شاي ولا حاجه لا يمكن يرن التليفون الا لما يرد عليه. طبعا ما كانش فيه الضغوط طبعا بتاع دلوقتي، يعني عشان برضه نعذر الدعاء لعدم رد على التليفون، لانه لو هيرد على كل التليفونات مش هيحضر ولا درس ولا يقدر يؤدي دعوه بالمره. وبعدين الوضع هناك في المملكه وضع يعني اخف من هنا، يعني هناك في برضه ايه يعني حته مراعاه لظروف العالم وكده. احنا عندنا ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، الاعداد كبيره جدا والمشاكل كتيره قوي قوي، ووقت الداعيه لو انه هيستغرق في انه يرد بس على التليفون 10 ساعات هيرد على كم واحد؟ تخيلوا في ال 10 ساعات على 40 واحد، 40 واحد فقط، لان كل واحد هياخد مثلا ربع ساعه على الاقل، يبقى 40 واحد في 10 ساعات راجل عمال بيتكلم لحد ما صوته اتنحر، واخد بالك؟ وفي الوقت ده هيتحرم 84 مليون مصري فقط، بس ده غير البلاد اللي في تانية كلها، فاهم ازاي؟ يتحرم 84 مليون من درس علم، في مقابل ان 40 واحد شغلوا العالم ده 10 ساعات على التليفون. فالشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمه واسعه كان يعني يرد على التليفونات ويرى مثلا مشاكل الناس وظروف طلاب العلم، وكان ينفق على طلبه العلم، وكان حينما ياتيه اي عطاء من اي حد من الامراء كان لا يقبله ابدا، كان لا يقبل اي عطاء من عطايا الامراء، رغم انه لم يطلب، هم اللي بيعرضوا. فاذا اصروا كان ياخذ العطاء، خد بالك، وفي الوقت نفسه يقول له مثلا يعني لا تكتبه باسمي، الشيك ده لا يكتب باسمي، يكتب باسم طالب علم من طلبه عندي، يقول له تصرف الشيك ده وتنفقه على كل طلبه العلم اللي موجودين في المسجد. كان لا يقبل اي شيء لنفسه ابدا ابدا، خد بالك، هو ده العالم، هو ده العالم. في يوم من الايام جاله واحد فقال له شيخنا ربنا يبارك في حضرتك، اتمنى ان حضرتك تشرفني في يوم زواجي وتقول كلمه. قال له يا ابني انا كل ما استطيع ان اقول لك ان انا هاجي بس ما وعدكش، لان لو وعدتك لابد ان اصدق في وعدي، وانا لا اكذب ابدا، انا ما عنديش وقت وظروف طلبة العلم وظروف المحاضرات وهو، فلو جتني يوم العرس بتاعك الفرح بتاعك وكنت فاضي يومها يقينا والله هاجي معك، إنما لو جتني لقيتني مشغول فاعذرني. قال له حاضر أنا ونصيبي بقى. فجه في يوم فرح هذا الشاب، وقع والله يا جماعة والله يعني حاجة فوق الخيال، جه شاب في نفس يوم عرس الشاب الثاني اللي هو كان طلب من الشيخ يحضر فرحه، دخل على الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمه واسعه وقدم له سياره اللي بيسموها سوبر بان، لسه على الزيرو، عربيه فخمه جدا جدا، وعربيه سعرها مش لازم اقول لكم عشان ما تتخضوش، يعني عربيه سعرها غالي جدا. فقدمها هديه للشيخ، فقال له يا ابني ماذا اصنع بها؟ انا لا بروح يمين ولا بروح بروحش اي مكان، انا من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ولا قال له بس يعني دي هديه بسيطه وخرجت مني، وانا كنت نظرت حاجه معينه وقلت والله لو حدث الامر ده فلابد سياره طيبه كده نهديها لاحد مشايخنا، وانت من افضل الناس ومن احب الناس الى قلبي والله لا تقبلها. فالشيخ اخذ منه مفاتيح السياره والورق بتاعها وايه ووقف بيتكلم مع بعض الشباب في بعض المسائل العلميه بيسالوا فيها، واذا بالشاب اللي كان طلب من الشيخ من فتره انه يحضر فرحه
جاي له وبيقول له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام يا ابني. قال له حضرتك فاكرني؟ قال له فاكرك يا ابني. قال له طب انا فرح النهارده وبالله عليك لو كنت فاضي يا شيخنا اتفضل نورني بفرحي. فقال له والله يا ابني انا مشغول وجاييني وفد مش عارف من بلد ايه كده ومحتاج اقعد معاهم علشان بس نكلمهم عن الاسلام لان الوفد ده راجع للدوله بتاعتهم تقريبا كانوا من الفلبين او حاجه كده. الوفد ده راجع بلدهم ومحتاج اوصيهم بعض الوصايا عشان يقدروا ينشروا الدعوه في بلادهم. فانا والله مشغول جدا لكن يا ابني ما دمت جيت في الوقت دوت فانا ما فيش اقل من ان انا اقدم لك هديه ليوم فرحك. قال له يا شيخنا حضرتك هديتي؟ قال له انا مش هقدر اجي لكن هديتك يا ابني السياره دي والله يا ابني لسه جاني الان هديه هي لك هديه لك ولزوجك. يا شيخنا قال له والله دي اقل هديه يا ابني. يا شيخ ده كتير جدا. قال له مش كتير عليك يا ابني والف مبروك. وراح مديله المفاتيح والاوراق وكتبها له باسمه وراح سايبها له والشاب خد السياره ودي كانت هديه فرحه. حاجه موقف اقسم بالله العظيم لولا صحه النقل ما كان حد يصدق موقف زي ده. هي دي المساله. ناس فعلا لا ترجو الا وجه الله سبحانه وتعالى. الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه رجل انا مش هقول لكم عنه حاجه اكتر من ان الرجل ده انا بعتبره من 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 الناس. ودايما ما بقول يعني ايه ان المولى عز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه من يجدد لها امر دينها على راس كل 100 سنه. على فكره المجدد قد لا يكون في تخصص معين بس قد يكون اكثر من مجدد. يعني ايه؟ قد يكون المولى عز وجل يرسل لنا على راس كل 100 سنه من يجدد لنا امر الفقه. يعني ايه امر الفقه؟ هيالف يعني احكام جديده؟ لا مش هيالف لكن هيستطيع ان هو يلقي الاحكام الفقهيه ديت على ارض الواقع ويخلي المسلمين يستفيدوا منها اجمل وافضل استفاده. تلاقي مثلا واحد مجدد مثلا في علم الحديث زي الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه ما راينا مثله قط. في ناس افاضل كتير في عصره وبعد عصره وقبل عصره لكن مثل الشيخ الالباني يعني انا عن نفسي بقول ما راينا مثله رحمه الله رحمه واسعه. وربنا يبارك لنا في شيخنا الحبيب الشيخ ابو اسحاق الحويني تلميذه النجيب واخد بالك. فمثلا ممكن يكون هناك من يجدد حاجه زي التفسير زي الشيخ الشعراوي والله يرحمه رحمه واسعه وهكذا. وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى يرسل واحد على راس 100 سنه في كل تخصص يجدد للامه امر دينها. واحد زي الشيخ كشك استاذ الوعظ اللي كان يضمي القلوب وكان يبكي القلوب. انا اذكر ان كان لي اخ صديق والله هذه المساله من اعجب ما سمعت عن الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه. بيقول لي هذا الشاب صديق اخ حبيبي عايش في الكويت من سنه 92 لحد يومنا هذا وهو ما زال هو اخ مصري ما زال عايش في بلاد الكويت. بيقول لي في يوم من الايام زمان بقى ايام الشيخ كشك ما كان عايش ويخطب الله يرحمه رحمه واسعه. بيقول لي في يوم من الايام رحت حضرت خطبه للشيخ كشك وبعد الخطبه كان بعدها درس وبعدين بعد الدرس الناس بقى اقبلت على الشيخ بتسلم عليه. قال لي فانا انتظرت لما الدنيا راقت خالص ورحت سلمت على الشيخ بحراره وخدته في حضني وقبلته وايديا في ايده مش عايز اسيب ايدين. والشيخ رحمه الله رحمه واسعه كان كفيف فسلم عليه اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي فلان. قال له ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. فالشاب ده بيقول لي حضرت الخطبه دي وكان بعد 3 ايام كنت مسافر الكويت اشتغل هناك. بيقول لي رحت هناك قعدت سنتين ما نزلش وبعد سنتين نزلت واول حاجه عملتها مباشره واخد بالك وهو كان من بلاد الصعيد نزل يدوب راح الصعيد عشان يطمن على امه وعلى اهله ويعني ويشوفهم وكده. وما فيش كان يوم الجمعه كان نازل من الصعيد عشان يحضر خطبه الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه. فبيقول لي فعلت مثل ما فعلت في المره الاولى انتظرت لحد ما المسجد الدنيا راقت ورحت داخل عشان اسلم على الشيخ كده على روقان. فدخلت سلمت عليه وخدته في حضني وقبلته. فما كان من الشيخ الا انه قال له غايب علينا بقالك سنتين ليه يا ابني؟ فبيقول لي انا صعقت بقى الشيخ انا واحد من ضمن الاف البشر اللي داخلين يسلموا عليه.
سلمت عليه سلام بحرارة قوي وحضنته وقبلته، لكن هو فاكر اليد ديت والحضن دوت من سنتين، فبيقول له غبت علينا بقالك سنتين ليه؟ سبحان الله، قال لي دي وقع أغرب من الخيال. الشيخ لما منع عن الخطابة قولوا إخواننا وحبيبنا في دول الخليج قالوا له تعال يا شيخ طالما اتمنعت في بلدك تعال عندنا الدنيا كلها ترحب بعلمك وأسلوبك الشيق الجميل. والشيخ كان لما يخطب كنت تحس إن الجدران بتبكي، ولما كان بقى يدي الدرس كنت تحس إن الدنيا كلها بتضحك، لأنه كان خفيف الظل جدا، كان دمه خفيف بشكل يعني ما شاء الله، كان أستاذ الفكاهة وفي نفس الوقت أستاذ البكاء، كان يبكي الحجر زي ما بيقولوا. ولما يتكلم بقى في الدرس بقى وصلنا على حبيب قلبك يطيب والكلام الحلو بتاعه الجميل اللي علمونا، تحس ان الدنيا كلها بتبتسم وهي قاعده. فقالوا له تعالى اخطب عندنا وادي دروس عندنا واللي انت عايزه يا شيخنا، احنا مستعدين نعطي لحضرتك شيك على بياض حط فيه المبلغ اللي انت عايزه. فابتسم الشيخ قال له يا ابني انا مش طالب دنيا يا ابني، وانتم تعلمون الجميع ان الشيخ شيخ الله يرحمه رحمه واسعه كان رجل بسيط قوي وكان زاهد في الدنيا وعاش بسيط ومات بسيط، لا كون ثروه ولا راح بقى يجمع من امراء ولا دخل على اعتاب الرؤساء ولا خد من هنا ملايين ولا من هنا ملايين كما يحدث الحال في زماننا اللي ما يعلم به الا ربنا. ده حاجه بلاء، احنا عايشين في بلاء، في بلاء فعلا يعني بعض الدعاء يلبسون ثوب الدعاء وهم ذئاب والله. يدخل على الرئيس الفلاني ياخد له 30 مليون، ويدخل على الامير الفلاني ياخد له 20 مليون، ويدخل على مش عارف ايه، وفي الاخر يظهر في سمت الناسك الورع الخاشع اللي مش عارف ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر الارض من هؤلاء الذين اساءوا لكل طالب علم واساءوا لكل عالم ولكل داعية. سبحان الله، واحد قلبه فعلا مليان حزن. هذا الرجل سبحان الله بيقولوا له اطلب اللي انت عايزه، خد شيك اهو على بياض وحط المبلغ اللي انت عايزه. فابتسم قال له يا ابني انا بجريش ورا دنيا وانا مش طالب دنيا يا ابني، والله يا ابني انا لو امرت التراب ليبقى ذهب باذن الله سبحانه وتعالى. شوف الكلمه، لو امرت التراب يبقى ذهب باذن الله سبحانه وتعالى، لكن انا قاعد هنا عشان ابلغ دعوه ربنا. اللي طب من عينك يا شيخنا، قال مش مشكله، افتي الناس من خلال التليفون، احل مشكله من خلال التليفون، ناس تجيني البيت يتعلموا على يدي، افرغ وقتي لكتابه الكتب اللي كان نفسي اكتبها، المهم انا لن اترك منبري. وظل الشيخ، كانت دعوته المشهوره أنه كان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى، وكانت الأمنية خارج يصلي الجمعة مع ابنه، وبعدين وهو قبل ما يخرج كده بدقائق قال له أصلي ركعتين يا ابني قبل ما أخرج وكده ومش عارف إيه، وصلى ركعتين وسجد وأطال السجود. فلما أطال السجود ابنه بينادي عليه أطال النداء، يا أبي يا أبي يا أبي، ما حدش بيرد، بيحركه لقاه مات وهو ساجد. الله يرحمه رحمة واسعة. علو همة لا تخطر على قلب بشر. الناس ديت لما تذكرهم تشعر بأن قلبك مليان سعادة وفرحة، تحس فعلا أن هم دول العلماء بجد، تحس بالحب، تحس بالوفاء، تحس بناس كانوا عندهم إخلاص ولذلك ربنا كتب لهم القبول. كناش في الزمن ده نسمع بقى عن الشيخ المليونير والملياردير وسبحان الله في زماننا بنسمع بلاء لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ودايما العالم أو الداعية اللي بيحترم دينه بيحترم نفسه عمره في حياته ما يضحي بدينه وعقيدته علشان فلوس يحطها في خزانته. احفظوا الكلام ده، العالم يبقى ما شاء الله واقف في كل مكان صدره كده مفتوح، يقول لو في حد في الدنيا جه دفع لي قرش وزلني بيه يجي يقول،
إنما العالم الذي يجلس على أعتاب الأمراء وعلى أعتاب الأغنياء وعلى أعتاب مش عارف إيه عشان يلم ملايين ويفضل يحوش في ملايين ويكوش، فمزاي يويله من أخرته، يويله من أخرته فعلا، لأنه بيسيء للدين وبيسيء للعلماء وبيسيء للدعاء وبيسيء للكل. واخد بالك؟ سبحان الله، أهو طلع القذافي شوف عمال بيولع في شعبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن يا رب العالمين. طلع عمال بيولع ودعاء مش قادرين يتكلموا ولا يقولوا كلمة. ليه؟ كسر عينيهم، دخلوا عليه الخيمة وخدوا منه ملايين، خدوا منه ملايين بحجة بقى دعم مش عارف لإيه وطلاب علم إيه وفقراء إيه وبنكفوا اليتامى إيه وبنعمل مش عارف إيه، حاجات عجيبة جدا. فلما الرجل بيطحن في شعبه قل من يتكلم ويقول اتق الله في هذا الشعب. خد بالك؟ سبحان الله. ليه؟ لأن أنا لو هتكلم النهاردة وأنا واخد من القذافي 10 مليون ولا 20 مليون ولا بتاع، ما أنا هطلع ما هيفضحني، فأسكت أحسن. هي دي المصيبة اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان، بلاء لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا بحفظه وأن يثبتنا. ولذلك سبحان الله الواحد والله الذي لا إله غيره بيبقى في قمة سعادته لما يشوف داعية محترم، وبيبقى في قمة البؤس وفي قمة التعب النفسي لما يشوف داعية بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص رب العالمين. دي كانت بعض الخواطر عن همة الشيوخ، ناس الكبار في السن. بكرة إن شاء الله نلتقي مع همة الشباب ومع همة الصبيان ومع همة النساء، ونشوف قد إيه الناس دي كان عندها همة فعلا، همة لا تخطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا وإياكم علو الهمة، ويجمعنا وإياكم يا رب مع سيد ولد آدم الذي دلنا على الهمة العالية صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان. حروفا يسكن الإخلاص فيها يا رب.